السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة صروحات للمعلومات في حلقة جديدة، والتي سوف نتطرق إن شاء الله من خلالها إلى كيف تقوم بحل مشكل عدم ظهور بروتوكول الحماية الخاص بالHTTPS الخاصة بمدونة البلوكر أو الموقع الخاص بك، فتظهر لك هذه الرسالة. فإذا قمنا بإعادة تحميل الصفحة، نعمل ريلود للصفحة، شاهد معي، يظهر هنا سيكيري ولكن بعد ذلك يختفي. سوف نقوم بإعادة الكرة، لاحظ معي هنا سيظهر هنا السيكيري الخاص بهذا القفل الأخضر، وبعد ذلك سوف يختفي كما تلاحظون. فعندما تقوم بتفعيل هذه الخاصية الخاصة بالHTTPS كما تلاحظ معي هنا، فأنا قمت بتفعيلها وكذلك قمت بإعادة توجيه عبر رابط الخاص بي، قمت بتحويل الHTTP من HTTP إلى HTTPS كما تلاحظ هنا، كان رابط الموقع الخاص به على هذا الشكل، أصبح الآن على هذا الشكل بعد أن قمت بإضافة إليه الHTTPS كما تلاحظ معي هنا. سيتم تقديم الخدمة للزائر. فهذه الخدمة كما قلت فهي رائعة جدا، تساعد على كما نقول إلى حماية الموقع الخاص بك، وكذلك زيادة الزوار اللي سوف تقوم ب سوف يقوم الزائر بالدخول الى الموقع الخاص بك وهو امن. فعندما يشاهد هذه البروتوكول الخاص بالHTTPS فسوف يعلم ان الموقع الخاص بك امن بدون مشاكل او شيء من هذا القبيل، وسيقوم بالدخول الى الموقع الخاص بك وهو مرتاح البال. لكن كما قلت فالعديد منا يواجه هذه المشكله، ان شاء الله في هذا الدرس ساريك حل هذه المشكله، فهو بسيط للغايه. اولا يجب عليك ان تقوم كما قلت، سوف كما تلاحظ هنا بروتوكول خاص الناطق الخاص به متوفر الان على مدونة البلوكر. فهناك العديد منا سوف يواجه هذه المشكلة، فهناك بعض المدونات تظهر فيهم هذه الخاصية، وهناك بعض المدونات الاخرى لا تظهر فيهم. جيد، كما تلاحظ معي هنا فهذه الخدمة فهي متوفرة لدي كما تلاحظ معي هنا، فالموقع الخاص بي، فسوف إذا قمت بتفعيل هذه الخاصية الخاصة بالموقع الخاص بي يشتغل أنا حاليا على هذا الشكل، لكن لم أقم بإضافة بعض خاصية الHTTPS فهي مفعلة لدي. لكن إذا واجهت مشكلة فلم تظهر لك هذه الخاصية، سوف أريك حل هذه المشكلة. فإذا لم تظهر لك، إذا واجهت مشكلة في هذا المشكل فلم تظهر، فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الإعادة الخاص بك ثم تذهب إلى الأخرى على هذا الشكل، تذهب إلى الإعدادات وبعد ذلك تذهب إلى فكما قلت إذا كنت تريد أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية، إذا كانت لديك مدونة بلوكر وتريد أن تقوم بتفعيل خاصية الHTTPS أو بروتوكول الحماية على مدونتك حتى تجلب الزوار وكذلك تكون المدونة الخاصة بك آمنة 100%، سوف أريك طريقة لتفعيل هذه الخدمة، فهي بسيطة للغاية. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتنشيط هذه الخدمة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم بعد ذلك إعدادات المستخدم. لاحظ معي هنا، فهنا يظهر الملف الشخصي المستخدم هنا. إذا وجدت بلوجر قم بتحويلها إلى جوجل بلس، إذا وجدت جوجل بلس قم بتحويلها إلى بلوجر، وبعد ذلك قم بحفظ الإعدادات، وبعد ذلك توجه مباشرة إلى الإعدادات على هذا النحو. كما قلت بعد ذلك تتوجه مباشرة إلى المدونة الخاصة بك وقم بتفعيل خاصية الHTTPS على المدونة الخاصة بك، وبعد ذلك يمكنك أن تقوم ب كما قلت تجعل الموقع الخاص بك آمن بخاصية البروتوكول الخاصة بالHTTPS.
الطريقة كما قلت فهي بسيطة للغاية، لكن سوف أريكم إن شاء الله حل هذه المشكلة. فكما تلاحظ معي هنا، فأنا المدونة الخاصة بي قمت بتفعيل هذه الخاصية، لكن لا زال هناك لدي مشكل، وهو عندما أقوم بعملية ريلود للصفحة يختفي البروتوكول السكري كما تلاحظ معي هنا. سوف نقوم بحل المشكلة. الحل سهل جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على ضغطة الزر الأيمن من خلال الموقع الخاص بك على هذا الشكل، ثم تختار انسبكت لاليمو او فحص العنصر. بعد ذلك ستنبثق معك هذه النافذة في الاسفل، تنقر هنا على كونسولي. فلاحظ معي هنا، هذه هي الاخطاء الموجودة على المدونة الخاصة بي، لكن الرابط الذي هو فيه مشكل كبير وهو هذا الرابط كما تلاحظ معي هنا. هذا رابط خاص بصورة سوف نقوم بفتحها. لاحظ معي، هذه هي الصورة. جيد، سوف نقوم بحل المشكلة، فهو بسيط للغاية. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميل هذه الصورة، نذهب ونقوم بالبحث عليها من خلال القالب الخاص بنا، نقوم بعمل كوبي، ثم نتوجه إلى القالب الخاص بنا من خلال المظهر، ثم HTML تحديد HTML، وبعد ذلك ستنبثق معك هذه النافذة كما تلاحظ معي هنا. هنا سوف يظهر لك هذا المستطيل الخاص ب أكواد الخاصة بال HTML الخاصة بالقالب، تنقر على Ctrl زائد F. بعد ذلك سيظهر لك هذا المحرك البحث، قم بإضافة الرابط هنا، الرابط الخاص بالصورة، ثم انقر على OK. وبعد ذلك سوف يتم، سيظهر لك الرابط مباشرة. فلاحظ معي هنا، سوف نقوم هنا بإضافة S بكل سهولة كما تلاحظ معي هنا، فكان الرابط خاطئ كما تلاحظ معي هنا. فبعد أن نقوم بعملية إضافة S سوف يتم تحويله مباشرة. سوف نقوم الآن على حفظ الإعدادات. جيد، كما تلاحظ تم حفظ الإعداد بنجاح. جيد، الآن سوف نقوم بعرض المدونة، ولاحظ معي، لاحظ معي، سوف يبقى على هذا الشكل، والموقع الخاص بنا فهو آمن بخاصية السكري كما تلاحظ هنا، الخاصة أو بروتوكول HTTPS مفعل لدينا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فأي رابط قمنا بالدخول إليه سوف تجده آمن كما تلاحظ معي هنا، كما هو بالنسبة للفيسبوك مثلا. إذا قمنا بالدخول إلى الفيسبوك مثلا، إذا دخلت الفيسبوك ستجد نفس الشيء، الرابط كما تلاحظ. فهذه الخاصية الخاصة بالبروتوكول الخاص بالحماية. مثلا إذا قمنا بالدخول إلى تويتر، نفس الشيء بالنسبة لموقع تويتر، نفس الشيء بالنسبة لموقع اليوتيوب، غيرها من المواقع المحمية العالمية. فكما قلت، هذه خاصية فهي رائعة جدا، يمكنك أن تقوم بتفعيلها على مدونة البلوكر الخاص بك أو موقعك الإلكتروني. فلاحظ معي هنا، فهذا البروتوكول الخاص بالحماية. فكما قلت لتذكير فقط، إذا كنت تريد أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية على مدونة البلوجر الخاص بك، وهي خاصية بروتوكول خاصة بـ HTTPS، إذا كنت تريد أن تقوم بتفعيلها على مدونة البلوجر الخاص بك، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التالية. سوف تقوم بالذهاب إلى الإعدادات، بعد ذلك تذهب إلى إعدادات المستخدم، وبعد ذلك سوف تجد هنا الملف الشخصي للمستخدم. سوف تجد هنا، إذا وجدت مثلا هنا جوجل بلس، سوف يتم تحويل، مثلا أنا قمت بتحويل هذه الخاصية من البلوجر إلى جوجل بلس. إذا وجدت أنت مثلا هنا بلوجر، قم بتحويلها إلى جوجل بلس. إذا وجدت جوجل بلس، قم بتحويلها إلى البلوجر، وبعد ذلك سوف يتم ظهور لك الخيار الخاص بالـ HTTPS لتفعيل الخدمة أو لتفعيل البروتوكول على المدونة الخاص بك، وسوف يصبح على هذا النحو. فكما تلاحظ فالطريقة سهلة جدا. للإشارة فقط، فكما قلت هذه الخاصية سوف تساعد كثيرا على الرقي بالمدونة الخاصة بك. فأي شخص سوف يقوم بالدخول إلى المدونة الخاص بك ويجد
هذا البروتوكول مفعل لديك سوف يعلم أن المدونة الخاصة بك فهي محمية وكذلك موثوق منها، يمكن أن يقوم بالدخول وكذلك يمكنه أن يقوم بالتجول عبر المدونة الخاصة بك بدون مشاكل ودون خوف أو شيء من هذا القبيل. فبعض الأحيان يتم بعض البرامج الحماية يتم إلغاء هذه الروابط الخاصة بالبلوجر نظرا لتوفرها على بعض البرامج غير لائقة وغيرها من الأشياء. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع، المرجو إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما النقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله، وشكرا على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.